معي من طرابلس الليبية مباركة عدالة، رئيسة الحملة الوطنية المستدامة لحقوق الطفل. مساء الخير، أهلا بك معنا. في طبعا جهود مبذولة لا يمكن إغفالها، ولكن رغم هذا هناك تحديات كثيرة. هل ممكن أن نقف بداية على أبرزها؟ تأخير طبعا طبعا الوضع في ليبيا حول اهتماماته بالطفل يحتاج أن المؤسسات المجتمع المدني أن هي تقف وقفة جادة لتدليل هذه المشاكل التي يعيشها الطفل الليبي كل يوم. الحملة الوطنية المستدامة لحقوق الطفل هي حملة تحت راية الحركة الكشفية في ليبيا، وطبعا الحركة الكشفية من ضمن برامجها عندها خدمة المجتمع، ومن خلال هذه الخدمة نحن ركزنا على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل باعتبار أن ليبيا دولة مصدقة عليها من سنة 1993، ولكن للأسف لم تفعل هذه الاتفاقية والطفل الليبي يعاني كل يوم. يعني اللي خلانا احنا قمنا هذه الحملة الطفل سواء كان في المخيمات نازح داخل الوطن أو خارجه، في الذي يعاني من الأمراض لا توجد علاجات خاصة به، ولا يوجد اهتمام كامل من وزارة الصحة، كذلك الطفل في المدرسة يتعرض إلى الإهانة، يتعرض إلى العقاب بدون ذنب. نعم. هناك مشاكل كثيرة يعيشها الطفل الليبي كل يوم. طيب بموضوع الاتفاقية، موضوع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، طبعا ليبيا مشاركة، ولكن موضوع التفعيل، متى يمكن أن نتحدث عن تفعيلها وبداية تطبيقها يعني والاستفادة منها على أرض الواقع؟ نحن في الحملة الوطنية المستدامة بدأنا بالتوعية، أقمنا برامج توعية، التقينا بالأطفال، فتحنا مجال للمشاركات الأدبية والفنية بحيث الأطفال يعبروا عنها فنيا وأدبيا، يكتبوا المقالة، أقمنا مسابقات، كذلك أقمنا ورشة للإعلامي الصغير، وتخرج مجموعة من الأطفال وهم الآن يقودون الإعلامية معنا في الحملة، كذلك الناطق الرسمي باسم الحملة هي عندنا مذيع ومذيعة الأطفال، لنحسس المجتمع بأن هؤلاء الأطفال عندهم كلمة ويستطيعوا أن يعبروا، ولابد أن نسمع لهم. الإعلام في ليبيا على كثرة القنوات، ولكن لا يوجد اهتمام ببرامج الطفل، ولذلك الحملة ركزت أن هي تخرج مجموعة من الأطفال الإعلاميين ليقوموا بدورهم. عندنا صفحة في الفيسبوك، كذلك هي يتواصل معنا كل من هو يريد الدعم هذه الحملة. الحملة نعم. بدأت في طرابلس، ولكن الآن التحق بها يعني التحق بها أعضاء من الجنوب ومن الشمال، كافة أنحاء ليبيا. طيب سيدة مباركة، اليوم هل تنسقون أيضا مع مؤسسات أخرى يعني فيما يتعلق مثلا بهيئات الرقابة على المدارس، يعني وهذا يساعد ربما بموضوع الحالات التي تحدث في المدرسة؟ نحن هناك إجحاف من مؤسسات الدولة في هذه المواضيع. هناك بعض مؤسسات المجتمع المدني التي تهتم بالطفل انضمت إلى الحملة وتقوم معنا ببرامج يعني توعية. نحن جعلناها حملة مستدامة لكي تبدأ بالتوعية ثم التفعيل إلى أن يصل الطفل أن يطلب حقه بنفسه، لأن المسؤول الليبي لا دراية له بهذه الاتفاقية. أنا أشكرك من طرابلس الليبية مباركة عدالة، رئيسة الحملة الوطنية المستدامة لحقوق الطفل.